يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تعالى بخير. شبابنا بس فد فيديو مختصر عن الباثو اللي هي المختبر الاكوت انفلاميشن والكرونيك انفلاميشن. فراح نبدا مختبر الاكوت انفلاميشن. اول شيء هنا معرف الانفلاميشن تعريفه الطبيعي It is a response of living tissue to a cellular injury. تمام. To localize and eliminate the causative agent, limit tissue injury and restore the tissue to a normality. هذا تعريف الانفلاميشن. الانفلاميشن يقول لك two types, acute ويكون chronic. زين، هذا هي ال causes of acute inflammation. مثلا causative agent, the etiology مال acute inflammation. فممكن يكون physical agent يعني مثل trauma او الهيت او الكولد او الالترافايلت اللي هي اليوفي او الراديشن، شعاع. يكون مرات irritant and corrosive chemical substance مثل الحوامض او الالكلاي اللي هي القواعد، او ممكن يكون microbial infection مثل البايوجينيك بكتيريا. بايوجينيك معناها بس فورمينج، يعني سوي لي بس او هو القيح او شو تسميه. زين، immune mediated hypersensitivity reaction اللي هي اخذناها بمناعة الhypersensitivity والحساسية. مثال عليها seasonal allergic rhinitis اللي هو يشوفونكم مثل التهاب الأنف يكون موسمي، أو يسموه الهاي فيفر، أو يقول لك مثل tissue necrosis ischemia اللي هي من يكون الأورجن الأكسجين يوصل له قليل، أو العفو البلد مش هايبوكسيا، الإسكيميا اللي يكون البلد قليل يوصل له resulting myocardial infarction اللي هو بموت الميوكارديوم. فهنا جزء ما اعتبرت أنه type of acute inflammation. فهيك زين، الساين اوف انفلاميشن هي شنو هي المظاهر يطلع عليها الانفلاميشن؟ هن خمسه: ريدنس او يسموها رابر، هيت او كلر، اظن هذا الاو هنا كلر هي سي اي ال او ار، البين اللي هو الدولار، السويلنج اللي هو التيومر، السويلنج اللي هو مثل الانتفاخ، يعني الريدنس هو الاحمرار، الهيت هو الحراره، البين هو الالم، لوز اوف فانكشن او الفانكشن ليزي اللي يفقد بوظيفته، يعني هو اصلا داخل بطور من الانفلاميشن. مثال عليها هذه الأديمة أو هي السوالنج نفسها مالتنا، الأديمة هذا sign of infection حسب هذا مكتوب. تمام، هذا الريدنس هم كذلك. زين، نجي لهذا السلايد. أول شيء هذا السلايد شو يوضح لنا؟ يوضح لنا الأكيوت inflammation. بالنسبة لهاي المنطقة هاي كاتب لك عليها الستراتيفايد سيكويمس ابيثيليا أو هو الميكوزا، هاي مال الشغل. هاي المنطقة كلها السب ميكوزا. نجي على الثانية، هذه الثانية، هذا عبارة عن blood vessel. فهو ايش كاتب؟ كاتب the submucosa is hyperemic. hyperemic معناها الدم جايها هواي من hyperemia. hyper يعني زيادة، emia من الدم. containing a thin wall vessel، هذا ال vessel يكون مالته ال wall thin ويكون dilated ويكون full of blood اللي هو ال engorgement مال blood مالته، أو hyperemic. ليش هذا يصير؟ لأنه هو هذا علامة من الأكيوت إنفلاميشن. فالبلد فيسل هنا يكون دايليتد ويكون هايبر إيميك، أو هي السبميكوزا ككل يعني، وتكون فل أوف بلد. زين، ثلاثة إيش كاتب لك؟ ثلاثة، هذه الخلايا الموجودة بالبلد فيسل هذا نسميها البولي مورفو نيوكلير لوكوسايت اللي هي نفسها النيتروفيلز. هذه هي عبارة عن كاركترستكس أو مخصوصة للأكيوت إنفلاميشن. وأربعة هنا أنا كاتب لك الانفلاماتوري اكسيديت، هذا الانفلاماتوري اكسيديت اللي قاعد تشوفه لونه مثل البرتقالي، هذا من البلد يصير بي دايليشن والدم يجمع بي، يقوم يسوي يرشح، يصير ليكينج بي، فيطلع لي بها خلايا مناعية، بها بروتين عالي إلى آخره، فنسميه الاكسيديت أو الانفلاماتوري اكسيديت. هذا بالنسبة للسلايد الأول. طبعا ما ذاكر هو وين موجود. بالنسبة لهذا السلايد هذا بس تأشيرين، هو الواحد هذا عبارة عن continuous layer of polymorphic nuclear cell. هذا من يصير inflammation، وهذا blood vessel عبارة عن بالتشو هنا راح تبدي تتجمع كريات الدم البيض اللي هي neutrophils أو يسموها polymorphic nuclear leukocyte، هنا تتجمع فتسوي لي مثل pavement. pavement هو عبارة عن continuous layer أو طبقة كاملة من اللوكوسايت. وطبعا ده شوفون مثل ما ده شوفون هذا الفيسل يكون بـ RBC engorgement، هذا كلها RBC due to stasis. stasis معناها شو؟ مثل slowing of flow، يعني يبدي يتوقف، مو يتوقف، يبطئ الفلو مالته على مود يصير هذا، يعني هو كاستجابة للأكيوت inflammation. مثلا تنطي مواد أكثر لهذا التشو من RBC، من inflammatory cell، من oxygen، من nutrients إلى آخره، فيصير بستيسيس.
هاي الابندكس اللي هي الزائد الدوديه، فيقول لك اكيوت ابندسايتس وذ يلو تو اتان اكسوديت، بها خراجات تكون او اكسوديت تكون لونها من يلو طبعا، لان اكيوت انفلاميشن وهايبر ايميك، يعني مثلا حسب السيناريو شو تستأصلوها هذا المكان، مثلا مرات تكون شو تكون هايبر ايميك او حمر، يعني حتى مثلا اذا تضغطها كذا تكون بها بلاد يعني بعدها، انكلودينج ذا بيري ابندكال فات سوبيرير. هنا الامانه ما فهمت هو يعني من البيري ابندكال يقصد نير ذا ابندكس، انكلودينج ذا بيري الفات سوبيرير راذر ذان سموث جلستنينج تان سيروزال سيرفيس. يعني يقول هنا مالتها السيرفيس تكون مثل الفات او كيتشي، يعني سوبر رادر من تكون مثلا لا ناعمه ولامعه عفوا والتانسر روز سيرفيس. فهاي اذا مثلا اجاكم مثل هذا شنو هذا، هذا اكيوت ابندسايتس اللي هو التهاب الزائد الدوديه الحاد. وهذا كروس سكشن بي، يعني هنا ايش يقول لك النيوتروفيل او نفسها البوليمورف نيوكليير سيل لوكوسايت عفوا اكستند انتو اند ثرو ذا وول اوف ذا appendix. appendix هي الزائدة الدودية. appendicitis هي التهاب الزائدة الدودية of acute appendicitis. فمثلا هذا إذا تشوفها هاي كلها عبارة عن neutrophils لأن صار بها inflammation أو appendicitis. تمام. هذا السكشن هاي عبارة عن اللنج. هاي كلها اللنج. زين. البلورا. البلورا اللي هي الغشاء اللي يغطي اللنج. زين. فهنا شو يقول لك the white shaggy material، هاي الأمور البيضة الشاغ اللي تكون شبيها on the surface of the lung، هي عبارة عن فبرين. ليش فبرين؟ يعني قلنا احنا بالالتهاب الدم مو يطلع ويا مواد، من هاي المواد fibrinogen، فيقول لك formed from the fibrinogen that leaked from the vessel underlying أو ال underlying مثلا vessel due to increase the vascular permeability. من الدم يبدي يسوي بي ليكينج ويسوي الادمه والسوالينج راح يطلع وياه فايبرينوجين. هذا الفايبرينوجين هو من يتخثر او يتحول الى الفايبرين، الفايبرين يسوي لي مثل المش ورك او مثل يعني هو الفايبر يكون مال الكلوتينج بس يصير بالاكوت انفلاميشن. فهذا هو، فهو هنا قايل لك ذا وايت شاغي ماتيريال اون ذا بلورال سيرفيس اوف ذا لنج از فيبرين formed from the fibrinogen that leaked from the underlying vessel due to increased vascular permeability and permeability راح يزيد، وبالتالي الفايبرينوجين راح يطلع part of an acute inflammatory response. هذا السلايد، هذا السلايد باللنج او بالاليوفيلاي، فيقول لك شوف هنا الكابيلاري تكون dilated ومثلا full of blood، وهنا يقول موجوده an inflammatory exudate with large number of polymorphonuclear لوكوسايت، يعني مثلا اذا قلنا بها مثلا ماكروفاج ديجريديشن بوليمورفو نيوكليير سيل، هذا عباره عن انجورجمنت او خلينا نقول هايبر ايميك اليوفيلاي فول اوف بلاد مثلا ار بي سي ستاسيس الى اخره. بس هو هذا بالش اسمه الاليوفيلاي، اليوفيلاي اللي موجوده باللنج اللي هي راح اسمها بالعربي المبالي. زين هاي البيتنج اديما، يعني نوع من الاديما اللي هي مثل الانتفاخ وكذا، بيتنج ممكن شلون تنضغط عليها. وهذا للأمانة السلايد ما مذكور عنه شيء، بس أظن هو إما inflammation أو congestion إذا هيك شيء مال اللنج، لأن هاي يعني حسب يعني شو اسمه أعرفه هذا مثل الأليوفيلاي بعد اللنج، فإما هذا acute بما أن المزم acute inflammation فهو هذا ممكن يكون acute inflammation، وهذا ال RBC engorgement stasis. وإذا مثلا نشوف أكو هنا إذا أكو خلايا مناعية مثلا بالتكبير أو كذا، الأمانة السلايد يعني ما واضح. وهذه بالنسبة للأكيوت إنفلاميشن. تمام، بالنسبة للكرونيك إنفلاميشن فيقول لك هو عبارة عن delay and prolong response، ونفس الإنفلاميشن عادي بس يكون الديوريشن مالته أطول والبروجريسف مالته gradual due to إما non healing of acute inflammation chronic ulcer يسوي لي أو الأبسس، يعني صار عندي acute inflammation وما تعالج بصورة صحيحة أو أصلا ما تعالج، فممكن يتطور يكون chronic inflammation. إما يكون bacterial and other infection that difficult to eliminate، infection صعبة مثلا عليها and resist intracellular killing اللي يصير مثلا بالماكروفاج تجي مثلا تقتل البكتيريا ما تقدر، مثلا عليها mycobacterium tuberculosis اللي هو السل الرئوي او التدرن او السمي، or الايدز اللي هو ال acquired immunodeficiency syndrome الحاصل اللي هو الايدز المتعارف، يعني the presence of foreign body or inorganic material
اللي هي اي فورم بعد يعني اكو بعض الاورجانيك ممكن حتى يسوي كرونيك انفلاميشن بس يسوي لها انهيليشن، هسه هذا مو شغلنا. اميون رياكشن ذات ليست تو اوتو كاتاليتيك رياكشن، للامانه هاي الكلمه ما فهمت يعني بالضبط شو يريد، بس بالاميون رياكشن اكو عده امراض اخذناها احنا العام بالمناعه اللي هو الاوتو اميون ديزيز، هي تكون مثلا كرونيك اكو بين كرونيك انفلاماتوري ديزيز مثل الروماتيك شو اسمه ارثرايتس الى اخره. الكرونيك انفلاميشن يقول هو مور تيشو دامج حلو بي فايبروسيس تمام وبريزنس اوف كرونيك انفلاماتوري سيل هي مينلي لينفوسايت والماكروفاج. بالاكيوت انفلاميشن كانت المين او خلينا نقول الاكثر خلايا هي البوليمورفو نيوكليير سيل او اختصارها بي ام ان ال او لا تكتبها مثل ما بي ام ال مو مشكله مثلا، بس هنا يكون الليمفوسايت فهنا يكون الليمفوسايت والماكروفاج هي بريدومينانت على الكرونيك انفلاميشن تمام. هذا سكشن هم للامانه ما واضح يعني ما مكتوب عنه هو شنو، بس اظن هم باللنج، فاما هنا مثلا كونجشن لان هذا اكو ار بي سي او يعني هو المفروض كرونيك انفلاميشن، فللامانه ما واضح هذا السلايد. زين هذا السلايد لا واضح. هذا الروماتويد ارثرايتس، الروماتويد ارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل الروماتيزي او اظن هو نفسه يسموه روماتيزم، هذا عباره عن الساينوفيوم. فالساينوفيوم اللي هو مثل بين الكونكتيف تيشو الموجود بمنطقه التمفصل، فيقول لك هنا بالساينوفيوم اكو هاي الدارك بلو او الاي دارك بلو، هاي عباره عن لينفوسايت يعني باعتبار انه هذا كرونيك انفلاميشن، يبدي مثلا الجسم يهاجم نفسه ويهاجم التيشو مالته. فهذا السلايد اللي هو مثلا شو هذا النيم اوف ديزيز مثلا روماتويد ارثرايتس اللي مثلا وين موجود بالساينوفيوم، تقول له مثلا الساينوفيوم اوف جوينت شنو الموجود به، هذا الدارك بلو عباره عن لنفوسايت يعني indicating chronic inflammation. الجرانيولوميتس انفلاميشن هذا النوع من الانفلاميشن راح يصير بجرانيولوما، فيقول specific او شنو الجرانيولوما هسه نجي واحده واحده. special form of chronic inflammation characterized by formation of الجرانيولوما. الجرانيولوما عباره عن شلون مثل الفتشيش يعني دائرية أو كذا تكون بها الإبيثيليويد سيل. الإبيثيليويد سيل عبارة عن ماكروفاج إجت دافعت وهاجمت وشافت يعني شلون سالفة صعبة عليها، فتحولت وحوطت هذا المايكرو أورجانيزم فسوت لي الإبيثيليويد يعني مثل الإبيثيليال تشبه الإبيثيليال سراوند باي ريم أوف لينفوسايت حلو يعني حواليها مثل شبكة أو خط يعني من اللينفوسايت وذا بريزنس أوف مالتي نيوكليتد جاينت سيل. مالتي نيوكليتد معناها خلية تكون متعددة النوايا. هاي يصير ليش؟ لأن نشوف إنه هذا البكتيريوم كل أو البكتيريا كل الصعب إنه تخلص معتها، فالماكروفاج أو المونوسايت يعني أو يسموها يتحدون مع بعضهم ويسوي هاي مالتي نيوكليتد جاينت سيل. زين الأولد وان سراوندد باي ريم أوف فايبروسيس، يقول لك الجرانيولوما اللي تكون قديمة بيها فايبروسيس عفوا. فهذا السكشن أظن هم نفسه هو باللنج لأن هذا اليوفيلاي شلون مثل الثن يعني تكون. فهذه عبارة عن المالتي نيوكليتد جاينت سيل، وأريدك تحفظ اسم اسمه لانج هانس مالتي نيوكليتد جاينت سيل أو لانج هانس تايب جاينت سيل. ليش؟ لأن اللانج هانس تكون بها كاركترستكس أو بها صفة مميزة إنه النيوكلياس تكون هيك مرتبة مرتبة مو عشوائية. زين فهذه عبارة عن جرانيولوما، هذه هي المالتي نيوكليتد جاينت سيل. يقول لك هذا الليمفوسايت، هذا قلنا ريم اوف ليمفوسايت اللي هي الخلايا يعني الليمفوسايت، وهنا أنا كاتب الفايبروسيس هنا أنا. لكن انا اظن انه هو يقصد هنا لان هذا الفايبروسيس لان هذا مثلا يكون الوايت مارك يعني مثل الفايبر والله اعلم. التوبركلوسيس او التدرن، يعني التوبركلوسيس الجرانيولوما هنا أنا راح نسميها تيوبركل اند كلاسيكلي كاركترايزد باي ذا بريزنس اوف. زين اذا يجيك سؤال شلون تعرف هذا انه هو تيوبركلوسيس، يعني كاركترستكس مالته تكون اللي هي الكاسييتنج نيكروسيس اللي اخذناه بانواع النيكروسيس قلنا اللي يكون مثل الجبن، وهذا كاركترستكس كان من للمايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس. يقول على النقيض او على العكس كاسييتنج نيكروسيس از رير ان اذر جرانيولوميتس ديزيز، يعني هو مخصوص للتيوبركلوسيس. هذه عباره عن هذا هذا عفوا التوبركل او الجرانيولوما هذا كلها نيكروسيس يعني هاي ميته تقريبا، وهذه هي المالتي نيوكليتد جاينت سيل مثلا هاي ابيثيليويد سيل، وهذا مثلا الليمفوسايت محيط بهاي الجرانيولوما، وهذا مثل ما موضح يعني مك كاركترستكس التوبركل شو سنترال جرانيولوسيس كاسييشن
السنترال جرانيولار كاسيشن عفوا اند ابيثيليويد اند مونكنيوكليتد جاينت سيل. هنا أنا هذا الستات كلش واضح، هذا عباره عن النكروسيس مالتي وهذا عباره عن الابيثيليويد سيل، قلت لك ماكروفيج اجت وشافت السالفه يعني صعبه، وهذا عباره عن مونكنيوكليتد اسمها لانج هانز، اذا اوضح لك شوف هذا السبير مالته لانج هانز تايب جاينت سيل، وهاي عباره عن زين هل ممكن تعتبر اللانج هانز؟ اللانج هانز هي يعني مخصوصه للتوبركلوسز، اكو بعض الامراض هم يصير بها كرونيك انفلاميشن او جرانيلوما وتصير بها اللانج هانز، فاذا لا تريد مثلا تكتبها وتكتب مثلا ممكن يكون بغير مرض، وهاي عباره عن الليمفوسايت. هاي هم كذلك هاي يوضح لك التوبركلوسز الجرانيلوما مالته، هاي اظن هم اللانج هانز المالتي نيوكليتد، هذا الستايل اخذناه، وهذا هم كذلك هذا المالتي نيوكليتد جاينتس. وبالنسبه للسلايدات مال العملي، هذا اول سلايد اللي هو عباره عن الكرونيك كونجستشن اوف ذا لانج، الامانه اذا اقدر شويه اكبره، يعني هو هذا اللانجليشن قلنا عرفناه، هذا الالويولاي تكون ثين، وهذا تشوف الار بي سي الموجود او البلد اللي يكون بي انجورجمنت، مثلا هذا النيم اوف سلايد كونجستشن اوف ذا لانج اللي هو الكرونيك مثلا كرونيك انفلاميشن او كرونيك كونجستشن اوف ذا لانج، المكان مالته باللانج، هاي عبارة إذا تشوفها اللي هو الدايليتد تكون ار بي سي، العفو دايليتد بلاد فيسل وبها انجورجمنت من البلاد والار بي سي الهواي، يعني هذا الكونجشن هو احتقان، يعني يكون بها دم، ومثلا اذا ليك يعني هذا الدم يصير مثلا مي او كذا اديما يسوي لي الحاصل بوليمينري اديما، فالحاصل هو هذا الكرونيك كونجشن اوف ذا لانج اللي هو هذا الاسم اذا تريد يعني سبير مالته. تم هذا الكرونيك نفرايتس، شلون عرفت كرونيك نفرايتس؟ هو الامانه بحثت عن انه هذا يكون الجلوميرس اللي هو التفت مالتش قبل نقول، فهنا بالانفلاميشن او الكرونيك انفلاميشن صار مثل الفايبروسيس حوله، اذا تشوف هذا اللون الفاتح مثل الفايبر يعني حواليه، فصار مثل الفايبروسيس، يعني ممكن هو الامانه اذا يتكبر او كذا، وهاي نشوف خلايا هنا صار انفلتريشن بالانترستيشيوم كلها مثلا خلايا مناعيه ماكروفاج او لمفوسايت، فهذا هو الكرونيك نفرايتس. وين موجود؟ بالكدني. كرونيك نفرايتس، نفرايتس التهاب ال نقول الكلية أو كذا، بس هو يعني بي سبيسيفيكيشن بعد أظن، فهذا كرونيك نفرايتس وهذا السبير مالته. هذا السلايد هذا هو التوبركلوسيس او مكتوب مثل اسمه الفبرينويد توبركلوسيس، هنا الامانه ما واضحه الكاركترستكس مثل بالمنظمه، شوفتك الكاشييت او الكاسييتنج نيكروسيس وشوفتك بالمالتي نيوكليتد جاينت سيل، بس اذا مثلا نقول هاي عباره عن جرانيولوما هم بها الخصائص اللي ذكرناها، شلون عرفناها باللنج؟ هذا قلت لك الاليوفيلاي تكون ناعمه مثل هيك مثل السفنجه او كذا، لان هي على مود التبادل الغازي، فهنا هم صار هنا مشكله غوصه، فهي اذا ممكن واحد يطلع مثلا هذا، اذا نشوف هذا اذا هنا صار هم مثلا نكروسيز وكذا وحواليه الابيثيليويد سيال واللانج هانز والى اخره من الخلايا مال، هاي للامانه هو لهنا وهاي يبقى بس استايد واحد اللي هو الكرونيك نيمونيا، هم الامانه كلش مو واضح، يعني من اريد اعرف انه هذا وين الليمفوسايت وين الماكروفاج، فهو بس بقى هذا حتى ذا بعد شلون يعني، فتعذرونا وبالتوفيق ان شاء الله.